اذا السلام عليكم. سلام. اذا اشرح لنا هذه الحاله هذه ديال هذا الحلوف اللي لقاوه هنا في بنيه المحمديه. اولا حي الوحده. اولا تنقدم لك رسيل الغزاوي الكبير رئيس جمعيه ارضي لحي الوحده. كما تتعرفوا هذا اللوتيسمو هذه عدت 29 عام، وبالمناسبة أنا تنشكر السلطات المحلية اللي فعلا قايمة بالواجب ديالها وفعلا تتمشي وتجي، والحمد لله كاينة واحد المراقبة مستمرة هنا، اليقظة هنا ديال السلطة المحلية. بالمناسبة تنشكرهم، وكيف ما تتشوفوا راه هذا واحد الحلوف اللي كان مفاجأة بالنسبة لك، كان مفاجأة لنا. انا تنخمم وتنشوف كيفاش الناس تياكلوا في هذوك الوجبات السريعه وشنو تياكلوا اذا خص الواحد. انا نطلب من جميع المواطنين وسيرتو ديال المحمديه، كيف ما تنعرفوا بان صابوا الكلاب، صابوا هذه، فتنطلب من جميع الناس ديال المحمديه باش يعرفوا واش تياكلوا، لانه دابا حنا صبنا ذاك النهار الكلاب، اليوم الحلوف، غدا غادي نصيبوا شي حاجه اخرى اللي هذاك. وانا ما تنطلب من الله سبحانه وتعالى باش يوفق هذه السلطه المحليه اللي فعلا قايمه ليل ونهار، والمعاقبه والمحاسبه طبعا لهاد الناس هذو اللي وفعلا بغينا من الامن الوطني حتى هما كيف ما تنشوفوهم الصباح وعشيه هنا، حتى هما يجريوا شويه باش يشوفوا هاد السيد يحصلوه باش في اقرب وقت، وراه تنعرف بالله ان شاء الله غادي يحصلوه وكيف ما تتعرفوا الوحده هنا. حنا تنطلبوا تم المجلس البلدي باش يدير الضوء، لانه الاناره العموميه من عدمه، واللي بغى يلوح شي حاجه تيجي يلوحها هنا في الليل وما كاينش، وحنايا بدينا تنبنيو دابا. دابا ولا البني هنايا بصفه رسميه تقريبا هذه 3 شهور، هذه يعني ولا حي، هذا حي وعير هذه ماشي شهر هذا باش مات على قوه الله اكبر. شي شهر هذا مات واحد هنا، ضربوه بموس ومع ال 11 مات في الليل. اذا تنطلبوا تم المجلس البلدي باش يشعل الاناره العموميه، وراك شفتوا كيفاش هذا المشكل ديال هذا الحجر وهذا الشيء. السلطه المحليه عيات ما تتراقب، ولكن راه تيجيو في الليل في النهار في اوقات اللي يعسوا على المقدم حتى يغفل ولا يمشي يخدم، تيجيو يلوحوا في هذه الازبال. راه كيف ما شفتوا راه تتشوفوا الازبال كيفاش دايره، وما الطرقات كلهم زبال. اذا تنطلبوا من المجلس، هذا الدور ديال المجلس البلدي، خاص هذيك الشركه ديال النظافه تجي تنظف هنا، وحنا مشينا مرارا وتكرارا. الحي راه ولا محسوب عليها. الحي راه داخل المدار الحضاري، وكاين الكونفونسيون اللي دايره المجلس البلدي مع هذيك الشركه، بانه كل ما هو في داخل التراب ديال الجماعه الا وخصو يتشطب هنا، ما كاينش منسي. عينا ما نشكيو ومشينا هذاك مع المجلس البلدي، وتنتمناو مع المكتب الجديد يكونوا الناس في المستوى. وشكرا. كنشكرك على التوضيح ديالك.